السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم رشيد وبرنامج قناتكم لطبوغرافي كونسير دار، نصائح من ذهب. هذه خلينا المحطة الطرقية من مورانا. دابا غادي نتجهوا لوسط مدينة الحسيمة اللؤلؤة الزرقاء. كما كنا قلنا انها تمتاز بشواطئها الخلابه. دابا دوزنا شفنا شاطئ كالابونيتا، اسم اسباني دخيل. كما معروف ان كالا كبا وجه جميل، وسيفري وجه جميل، شاطئ جميل في وسط مدينة الحسيمة. هنايا كيتواجدو لي زوطيل، تجيو غير من المحطة تجي السونتر ديال الحسيمة، حدا المارشي، وهاد يعني لي زوطيل على حسب القدرة ديال الإنسان. فلوريدو زعما كذلك لي ريستو دابا دزنا المارشي، كان الزحام تبارك الله، الزحام. غادي نوريكم واحد المنظر جديد وجميل، عاد كيقادوه ما شاء الله. هنايا عاود واحد المنتجع سياحي ومنظر بانورامي ما شاء الله. نحاول نعطيكم لي ديطاي كاساس، راكم نتوما اللي كدور هنايا نتوما اللي كتشوفوا لي ديطاي دو ديطاي. ف المنظر البانورامي
هذا هو طيل كيمادو، لا بلاج دو كيمادو، فجميل جدا. فالمنظر جميل جدا. هذا بروجي اسباس اسباس هنا كنقولو بروجي هذا اسباس فير اسباس فير. اسباس فير اوتيل كيمادو ديك لابلاج. باش نقولكم ان لي بلاج ديال الحسيمة صغيرة ولكن جميلة، مناظر خلابة. من بعد المرسى، المرسى ديال الحسيمة. طيار شوفوا شي واحد هنا قرب تطير لا تطير. كورنيش كيمادو هو دايرو فيه هاد ليسباس فيير. كاين فاش تجلس جيت شتي تبعتي عاود طيور نقي تبارك الله. هادشي النقاء هذا ميني فوت منظر ترفيهي بامتياز.
شوف هذوك الوريضات لي بوفيل. هاف ا سيت، هاف ا سيت، مرحبا بك. يا سلام، حلا سبحان الله. سيب النحل ده عاد جديد، ده جديد هنا جديد، هذا ترفيهي بامتياز. عاد قدو هادشي مزيان، باش تجلس هنايا فهادي سباس بير وكتمنظر فهاد منظر البانورامي، احساس جميل كما كنقول ديما. كتخرج من ديك القوقعة ديال الكوتوبوغراف، تشوف مناظر، تشوف ورود، تشوف شي نحلة كترعى هنايا، يا ويلي ترعى نحلة ترعى، سبحان الله. جميل، كتزيد عاد كضرب طليله من هنا. كيما دو الضرب الله على كيما دو والمرسى. تمتع بهاد المناظر الخلابة الجذابة، يا سلام يا سلام، والله والله الطيور تحس بدك الطير من بعد كترجع الفضاء الترفيهي، فمنظر بانورامي كذلك من الجهة. هنا هذه
فين كتشد هذا المنظر. لا لا مرسى باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، نخليكم مع هذا المنظر البانورامي حتى نصور لكم المرسى وناظر بانوراميا من الجهة الأخرى.